أشاد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء بالجهود الوطنية المخلصة التي يوالي بذلها كافة منتسبي قوة دفاع البحرين بكل عزم واقتدار ومسؤولية في مختلف مواقع عملهم داخل مملكة البحرين وخارجها التي هي محل تقدير من الجميع. ونوه سموه بدور قوة دفاع البحرين البارز إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة، مشيرا إلى ما تشهده قوة دفاع البحرين من تطور مستمر في كفاءتها وجاهزيتها القتالية بفضل ما تحظى به من دعم واهتمام من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه. جاء ذلك لدى تفضل سمو حفظه الله اليوم بزيارة القيادة العامة لقوة دفاع البحرين يرافقه سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة، حيث كان في استقبال سموه لدى وصوله صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، وسعادة الفريق الركن عبد الله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع، وسعادة الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان وعدد من كبار الضباط. وأكد سموه خلال الزيارة أن رجال قوة دفاع البحرين البواسل يقومون بواجبهم الوطني بكل تفان وإخلاص وعزيمة، بعثهم روح المسؤولية العالية في صون مقدرات الوطن وسيادته والحفاظ على مكتسباته والذود عن أمنه وحماية مصالحه، معربا سموه عن بالغ شكره وتقديره لمنتسبي قوة دفاع البحرين على جهودهم المشرفة في أداء الواجب الوطني بكل شجاعة وأمانة وإخلاص، متمنيا سموه للجميع دوام التوفيق والسداد. وقد اطلع سموه خلال الزيارة على الخطط المستقبلية لتطوير كافة أسلحة ووحدات قوة الدفاع وفق الخطط الموضوعة.